نشرة الأخبار من ليبيا لحار. أهلا بكم مشاهدين، معكم أنا خديجة بن رحمون، وهذه أبرز العناوين. باتيلي يؤكد على ضرورة انخراط مجلسي النواب والدولة في الحوار الوصول إلى انتخابات وفق إطار دستوري. وكالات عالمية تنقل خشية القاهرة من تمركزات فاغنر قرب حدودها، وضغط أمريكي لإنهاء علاقة العسكريين الليبيين بها. متهمة الحكومة بالتقصير، ضحايا ترهون تدعو الأهالي إلى تقديم عينات مفقوديهم لإتمام إجراءات التعرف عليهم. أكد المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي ضرورة انخراط مجلسي النواب والأعلى للدولة في حوار بناء وإيجابي للوصول إلى إطار دستوري للانتخابات في أقرب وقت ممكن. وقال باتيلي في لقاء مع أعضاء من مجلس الدولة الجمعة إن الانتخابات الشاملة هي السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار في ليبيا، مشددا على ضرورة أن يرتقي القادة السياسيون لمستوى تطلعات أكثر من 2,800,000 مواطن ليبي سجلوا في سجل الناخبين بحسب ما نشرته البعثة الأممية. قال موقع Security Council Report إن مجلس الأمن سيعقد جلسة إحاطة مفتوحة تليها مشاورات مغلقة حول البعثة الأممية للدعم في ليبيا منتصف فبراير الجاري. وأضاف الموقع أنه من المتوقع أن يقدم المبعوث الأممي عبدالله باتيلي إحاطة أمام المجلس. بدوره أيضا رجح موقع أفريكا إنتليجنس أن تطرح مسألة من سيتولى منصب نائب باتيلي في البعثة، حيث من المقرر أن يتنحى الدبلوماسي الزيمبابوي رايز يدون زينينغا عن المنصب قريبا بحسب الموقع. في ذات السياق، قال المبعوث الإيطالي لدى الأمم المتحدة موريسيو ماساري إنه من المتوقع أن يقدم المبعوث الأممي عبدالله باتيلي خارطة الطريق الخاصة به للأزمة الليبية إلى مجلس الأمن خلال شهر أو شهرين على الأكثر. وشدد ماساري في مقابلة مع صحيفة The Voice دي نيويورك الأمريكية، شدد على ضرورة إجراء الانتخابات هذا العام، معتبرا أن زمن تأجيل إجرائها قد انتهى وفق تعبيره. وأكد المبعوث الإيطالي أن نهج بلاده تجاه ليبيا هو دعم الحل السياسي بواسطة الأمم المتحدة، داعيا إلى وقف التدخلات الخارجية التي اعتبر أنها لا تسهم في تأخير تكوين ما سماه الإطار الليبي الداخلي. الانخراط في مسار الحل الوطني هو ما ينادي به المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي حاليا، عبر مطالبته للفاعلين في المشهد الليبي بأن يتوصلوا إلى توافق وطني ينهي حالة الجمود السياسي الراهنة. دعوة باتيلي التي ناقشها مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي توافق مع مبادرة الرئاسي التي طرحها في ديسمبر الماضي نحو التوافق بالتنسيق مع المبعوث الأممي بهدف التهيئة لحوار دستوري كأولوية لإنهاء المراحل الانتقالية. أما واقع الحال فخطوات التوافق الوطني بين مجلسي النواب والأعلى للدولة لم تحرز تقدما كبيرا، حيث أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري قبل أيام أن رئيس مجلس النواب لم يعرض ما اتفق عليه في القاهرة داخل قبة البرلمان، وهو ما قاموا به في الأعلى للدولة. عضو المجلس الأعلى للدولة فتح الله السريري قال في تصريحات لليبيا الأحرار إن مجلسهم رافض لترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية، وهو الموقف الذي يتعارض مع اقتراح لرئيس مجلس النواب فحواه السماح بترشح مزدوجي الجنسية بشرط تنازلهم عن جنسياتهم في حال فوزهم، وهو مقترح لم يغير من موقف أعضاء المجلس الأعلى للدولة الرافض مبدئيا. أمام هذه المساعي التي يقودها المبعوث الأممي عبدالله باتيلي لإنجاز الانتخابات في أقرب وقت ممكن وتقوية المسارات الداعمة لها وعلى رأسها المصالحة الوطنية، تظل من بين النقاط المختلفة عليها بين مجلسي النواب والأعلى للدولة إلى جانب شروط ترشيح العسكريين ومزدوجي الجنسية تركيبة مجلس الشيوخ وفق ما صرح به عضو المجلس الأعلى للدولة فتح الله السريري. وتبقى خيارات أن يتبنى المبعوث الأممي عبدالله باتيلي خطة أخرى لتحقيق التوافق خلال إحاطته المرتقبة في مجلس الأمن حول ليبيا من الأمور المرجحة التي باتت قريبة بحسب ما يراه بعض المراقبين.
طالب المبعوث الأممي عبد الله باتيلي دول الجوار الليبي بزيادة دعمها للبعثة الأممية واللجنة العسكرية المشتركة في تنفيذ خطة العمل المتعلقة بانسحاب المقاتلين والمرتزقة الأجانب. جاء ذلك خلال لقاء سفيري السودان والنيجر والقائم بأعمال دولة تشاد في ليبيا لبحث الأزمة في البلاد والأوضاع الأمنية في دول الجوار. ووفق البعثة الأممية فقد شدد باتيلي على التضامن وتنسيق الجهود باعتبارهما ضرورة لبناء الاستقرار والسلام في البلاد والتعاون الإقليمي. إلى ذلك نقلت وكالة أسوشيتد بريس عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الإدارة الأمريكية تسعى إلى طرد مجموعة فاغنر الروسية من ليبيا والسودان وتضغط باتجاه إنهاء العلاقة معها. وأشارت الوكالة إلى أن إدارة بايدن تعمل منذ أشهر للضغط على القادة العسكريين في ليبيا والسودان لإنهاء علاقتهم مع فاغنر رغم نفي الأخيرة وجود تلك المجموعة على أراضي بلادها، مضيفة أن فاغنر تميل إلى استهداف البلدان ذات الموارد الطبيعية التي يمكن استخدامها لتحقيق أهداف موسكو، مؤكدة في الوقت ذاته ارتباطها بخلفية حفتر في ليبيا. كما ذكرت الوكالة أيضا أن مصر طالبت من فاغنر بعدم التمركز قرب حدودها بعد أن طالب مسؤولون أمريكيون بسحب الفاغنر والمرتزقة من المنشآت النفطية. فاغنر الاسم الذي أصبح ملازما للأزمة الليبية ومقرونا بضرورة خروج مرتزقتها كشرط أمريكي لأي تصور للحل في ليبيا. ها هي اليوم ومع تصاعد الحرب الروسية الأوكرانية تعود من جديد لتتصدر التسريبات والأخبار والتكهنات السياسية والأمنية في بلد إفريقي أنهكته الصراعات وأتعب الانقسام كل جيرانه. الهاجس الأمريكي المتصاعد حول وجود فاغنر في ليبيا والتي تحتل نقاطا استراتيجية في البلاد خاصة في المنطقة الوسطى هاجس أكدته وكالة أسوشيتد بريس عن مطالب أمريكية صريحة جاء بها وزير الخارجية أنتوني بلينكين ورئيس المخابرات الأمريكية ويليام بيرنز اللذان وبحسب الوكالة دعوا الحكومة المصرية للمساعدة في إقناع جنرالات السودان وحفتر في ليبيا بإنهاء تعاملاتهم مع مرتزقة فاغنر الروسية. التحركات الأمريكية هذه تزامنت مع أخرى أممية لا تبدو بعيدة عن الجهد الأمريكي المكثف الأخير في أفريقيا، حيث طالب المبعوث الأممي عبد الله باتيلي سفيري السودان والنيجر والقائم بأعمال دولة تشاد في ليبيا طالبهم بزيادة دعمهم للبعثة واللجنة العسكرية المشتركة في تنفيذ خطة العمل المتعلقة بانسحاب المقاتلين والمرتزقة الأجانب وترحيلهم من ليبيا. وبين جهود باتيلي والتحركات الأمريكية عالية المستوى الأخيرة يقول مراقبون بأن حاجة أوروبا للطاقة وتصاعد دور فاغنر في الحرب الأوكرانية جعل من الملف الليبي يأخذ مكانا جديدا ضمن أولويات واشنطن، الأمر الذي قد ينهي حالة الجمود المسيطرة على المشهد طيلة الفترة الماضية. ينضم إلينا عبر الهاتف من واشنطن عضو معهد السياسات بجامعة هوبكنز الأمريكية حافظ لغويل. أهلا بك سيد لغويل. إذن محاولات واشنطن عديدة لاستبعاد أي جماعات مرتبطة بروسيا كانت منذ زمن طويل أو منذ سنوات عديدة، اليوم من جديد تأتي لتطالب بذلك، فما المختلف؟ يعني ما الجديد في هذه المحاولات الأخيرة؟ مرحبا، شكرا على الاستضافة. واشنطن دائما كانت يعني تقول أن واغنر مشكلة في ليبيا وفي أي مكان آخر في المنطقة يعني الأفريقية. الآن طبعا زادت حدة الاهتمام بهذا الموضوع بسبب الحرب في اليوكرين وكيف أن روسيا تستعمل في الواغنر للتوغل في حوالي 11 دولة في العالم بما فيها حوالي 8 أو 9 في أفريقيا، وتستعمل في ليبيا كالقاعدة اللي تنطلق منها لمحاولة زعزعة الأمن في دول أفريقية كثيرة بما فيها طبعا مالي و أفريقيا الوسطى وحتى تشاد إلى درجة كبيرة. وعندما كان هناك مؤتمر القمة الأفريقي الأمريكي من حوالي شهر في واشنطن تحدث كثير من الرؤساء الأفريقيين مع الرئيس بايدن ويعني عبروا عن قلقهم مما يحدث في ليبيا وأن واغنر أصبحت الآن تسيطر على
موارد كثيرة في أكثر من دولة، في أفريقيا الوسطى تسيطر على بعض المناجم الذهب، في ليبيا تسيطر على البترول. فهذا طبعا رفع من حدة الاهتمام الأمريكي. الآن ما زالت الولايات المتحدة ترى أن واغنر ليس تهديد مباشر، لأن الأعداد ما زالت بسيطة في نظرة واشنطن، وأيضا لأن روسيا لا تعترف بتواجدهم. هذا يعني أن هناك حرية كبيرة للولايات المتحدة في أن تتعامل معهم حتى بالقصف كما فعلت في سوريا، بدون أن تتعرض إلى أي اعتراضات من روسيا أو أي اتهامات أنها قتلت جنود روسيين. نعم، هي بالفعل يعني روسيا لا تعترف بوجودهم، ودول كثيرة من هذه الدول أيضا لا تعترف أصلا بوجودهم على أراضيها. بحسب الأسوشيتد بريس، هناك ضغط أمريكي على القادة العسكريين في ليبيا، في السودان أيضا، لإنهاء علاقتهم مع فاغنر. إذن هل سيكون ذلك ممكن برأيك، خاصة أنه كما قلنا العلاقة التي تربط بعض الأطراف في ليبيا مع هذه المجموعة هي علاقة وطيدة كما رأينا خلال السنوات الماضية، لكن في نفس الوقت هي تتنصل من هذه العلاقة ولا تعترف بها؟ وهذا صحيح، ولكن يعني هي الآن خصوصا في دولة زي ليبيا، هي الآن واغنر يعني تتعامل باستقلالية كاملة، هي يعني وحفتر اللي أدخلها، وتقارير كثيرة تقول أن الإمارات هي اللي مولتها، مولت دخولها في ليبيا لتأييد حفتر، ولكنها الآن طبعا لا تتبع تعاليم حفتر، يعني حتى حفتر لا يستطيع أن يخرجها الآن لأنها الآن تتبع موسكو. يعني ولكن القانون الأمريكي الجديد والعقوبات الأمريكية الجديدة على واغنر أيضا تضم عقوبات على دول وأطراف تتعامل مع الشركة. طبعا الإمارات توقفت عن تمويلها في ليبيا، لا أعتقد أن حفتر عنده المال الكافي لتمويلها أو لتغطية تكلفها. أعداد منهم كثيرين يعني أخذتهم روسيا للحرب في اليوكرين. واشنطن تريد أن تخلق جبهة اقتصادية ضد واغنر وأموالها ومصادر تمويلها، وثانيا أيضا غطاء سياسي، يعني هي تريد من المتواجدين في ليبيا، وهي لذلك بهذا الهدف أساسا لتدفع في الانتخابات. لأنها تريد حكومة أو أطراف يعني ممكن أن تتعامل معهم بشرعية، لأن واشنطن ليست حرة أو أمريكا ليست حرة بالحرية التي يعتقد الكثيرين في أنها تتدخل عسكريا مثلا ضد واغنر أو ضد أي طرف بهذه السهولة، لأن هناك طبعا تبعيات قانونية داخل الولايات المتحدة ممكن أن تتعرض لها الإدارة لو استعملت القوات الأمريكية في مهمات غير موافقين عليها في الكونغرس. هناك سيد الغويل من يحمل الولايات المتحدة مسؤولية توغل الفاغنر في هذه الدول بسبب يعني تركها مكان شاغر فيها. اليوم ما الخطط برأيك الأمريكية المتوقعة بعد استبعاد فاغنر؟ ما الخطط البديلة في هذه الدول؟ هل ستملأ واشنطن هذا الفراغ بحلفاء ما، أم ستكرر خطأها وتتركه شاغرا مرة أخرى؟ لا، واشنطن لا ترى نفسها أن هي تركت أي شيء فارغ، يعني هي ليست لها، واشنطن لا تتدخل إلا لمصالح معينة ومصالح تقضيها المصلحة، يعني المصلحة الأمريكية في ذلك الوقت قد تتغير هذه المصالح من فترة إلى أخرى، ولكنها لا تريد أن تتدخل. يعني الآن الجو العام في أمريكا بعد حرب العراق وأفغانستان إلى آخره، من الصعب جدا على أي مسؤول أمريكي أو سياسي أمريكي أن يقول أنه يريد أن يتدخل في دولة أخرى عسكريا، يعني الشعب الأمريكي لا يقبل ذلك الآن، ومش مستعدين أن يقبلوا بهذه التدخلات بعد ما حدث في أكثر من مكان. واشنطن طول عمرها لم ترى أفريقيا بالأهمية التي يعتقد الكثيرين، لا ترى ليبيا بنفس الأهمية، فحتى التدخل الأمريكي في ليبيا يعني يجب أن يكون واضح في عقل الجميع، هي لا تتدخل في ليبيا لمحاولة خلق ديمقراطية. يعني ما فيش حد في واشنطن عبيط إلى درجة أنه يعتقد أن انتخابات في ليبيا ستخلق ديمقراطية،
هم يعرفوا أن الرئيس القادم في الأغلب حيكون ديكتاتور، يعني زي ما حدث في دول مجاورة، أنه هو يجري انتخابات مرة وبعدين هو يعلن تغيير الدستور، يعلن حل البرلمان، أو حتى البرلمان الموجود يعني حيناقوه ويصدروا قرارات لتأييدة. فيعني هم ما يهمهم أن تكون هناك حكومة مسيطرة، جيبوها بالجيش، جيبوها بالقتل، جيبوها بالانتخابات. بس الآن في الوضع الليبي ليس هناك قدرة لأي طرف أن يفرض حل عسكري. يعني في 2019 تطورت الإدارة الأمريكية في ذلك الوقت أن حفتر كان ممكن أن يفعل ذلك، لذلك يعني ما هاجموش، عطوها حوالي 10 شهور ليثبت أنه يستطيع هو وحلفائه اللي كانوا بالإمارات اللي كانوا يؤيدوا فيه وكانوا يتحدثوا مع الأمريكان بخصوص ويعتقدوا أنه سيستطيع أن يجتاح ليبيا. أصبح من الواضح أنه لا يستطيع وأنه ليس هناك أي طرف عسكري يستطيع. فالآن شن الحل؟ الحل أن هم خلاص ما الليبيين يبوا انتخابات، نديروا انتخابات ويدفعوا في هذا الاتجاه، لأنه هو الطريقة الوحيدة أن هم يجدوا حكومة ممكن بعدين تطلب منهم مساعدة عسكرية، تعطيهم غطاء شرعي في قصف واغنر. هم يريدوا حد. فأمريكا تدخلاتها في ليبيا راهي لمصلحة أمريكا، لا علاقة لها بمصلحة الليبيين إطلاقا. شكرا لك، كنت معنا عبر الهاتف من واشنطن. شكرا سيدة. عضو معهد السياسات بجامعة هوبكنز الأمريكية الأستاذ حافظ الغويل، شكرا لك. دعا عضو رابطة ضحايا ترهون عبد الحكيم بنعامة أهالي المفقودين إلى تقديم عينات إلى هيئة التعرف على المفقودين، وذلك لإجراء عملية التحليل والمطابقة للتعرف على هوية الضحايا. وقال بنعامة في مداخلة مع الأحرار إنه جرى التعرف على هوية 70% من الجثامين الموجودة لدى الهيئة، مطالبا الحكومة بدعمها بالمعدات اللازمة لاستكمال عمليات الحفر والبحث. هذا وأشار عضو رابطة ضحايا ترهون إلى ما وصفه بتقصير الحكومة في دعم الهيئة بحفارات من أجل البحث في الأماكن التي يرجح وجود مقابر جماعية فيها وفق قوله. شدد وكيل وزارة الصحة سمير كوكو على أهمية حماية مخزون الدولة الدوائي وحساب الكميات المراد شراؤها واتباع السياسات الصحية لتوفير وتدوير المخزون الطبي الاستراتيجي. جاء ذلك خلال اجتماع وكيل وزارة الصحة الخميس مع مسؤولي جهاز الإمداد الطبي ومركز مكافحة الأمراض، حيث ناقش المجتمعون ما تم اتخاذه من إجراءات مع الجهات الرقابية لتوفير أدوية الأورام والكلى والسكري والأشمانيا والدرن والتطعيمات. وتناول أيضا الاجتماع سلسلة الإجراءات الإضافية ضمن جهود الدولة والاستعداد لمواجهة متحورات كورونا من خلال رفع جهوزية مراكز العزل ومضاعفة قدرات النظام الصحي. أكد رئيس نقابة المنى ولا بالمنطقة الجنوبية عبد الرحيم التمامي إمكانية تعليق إضرابهم عن العمل الذي أعلنوه في مطار سبها في حال الاستجابة لمطالبهم وصرف مرتباتهم ومنحهم حقوقهم وفق قوله. هذا وأوضح التمامي في مداخلة مع الأحرار أن عمال المناولة بشركة الخدمات الأرضية بالمنطقة الجنوبية لم يتقاضوا رواتبهم منذ 26 شهرا، الأمر الذي ترتب عليه كثير من الأضرار لمنتسبي الشركة وعائلاتهم، مشيرا إلى أنهم تواصلوا مع جميع السلطات إلا أنهم لم يتحصلوا على حقوقهم رغم جهود وزير المواصلات بحكومة الوحدة وفق تعبيره. قالت المؤسسة الوطنية للنفط إن شركة مليتا للنفط والغاز انتهت من حفر بئر جديدة بحقل الفيل بقدرة إنتاجية تصل إلى نحو 7000 برميل يوميا. وأوضحت المؤسسة أن الشركة بدأت بحفر البئر منذ نوفمبر العام الماضي وأن النتائج الأولية لإنتاج البئر تتراوح بين 6500 برميل و 7100 برميل يوميا. اعتبر المبعوث الإيطالي لدى الأمم المتحدة موريسيو ماساري أن الاتفاقية الغاز الموقعة بين شركة إيني والمؤسسة الوطنية للنفط مهمة للشعب الليبي بالدرجة الأولى، لافتا إلى أن الخلافات الأوروبية حول الأزمة الليبية تم تجاوزها منذ سنوات وفق تعبيره. Thank you.
أعلنت السلطات الإيطالية أنها ستسلم حكومة الوحدة الوطنية الاثنين زورق دورية ضمن مشروع سيمبا الأوروبي الذي يهدف لتعزيز قدرة السلطات الليبية في مجالات إدارة الحدود ومكافحة الهجرة. ونقلت وكالة آكي عن وزارة الخارجية الإيطالية أن تسليم الزورق سيتم بحضور وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش ونظيرها الإيطالي، إضافة إلى المفوض الأوروبي للتوسع وسياسة الجوار أوليفر فارهيلي وفق الوكالة. أبدت منظمة Human Rights Watch تحفظها على موقف روما إزاء المهاجرين غير النظاميين ومحاولاتها لإبقائهم في ليبيا بعيدا عن شواطئها. واتهمت المنظمة في بيان لها إيطاليا بتسهيل اعتراض عشرات الآلاف من المهاجرين وإعادتهم إلى ليبيا، حيث يواجهون انتهاكا تصنفها الأمم المتحدة بجرائم ضد الإنسانية وفق قولها. وتعليقا على تجديد الحكومة الإيطالية مذكرة تفاهم بشأن الهجرة مع ليبيا، أوضحت المنظمة أن تزويد السلطات الليبية بالدعم المالي والتقني من أجل مكافحة الهجرة يجعل الاتحاد الأوروبي متواطئا في جرائم ضد الإنسانية، وذلك لعدم إدخال تعديلات كانت قد طالبت بها منظمات حقوقية وإنسانية. أعلنت وزارة الداخلية القبض على تشكيل عصابي في مدينة الخمس متهم ببيع وتهريب القطع الأثرية في بعض مدن البلاد. وأوضحت الداخلية أن من بين المتهمين شخص يحمل الجنسية المصرية، مؤكدة أنها اتخذت كافة الإجراءات القانونية اللازمة وحالتهم إلى الجهات المختصة. أعلنت الشركة العامة للكهرباء استمرار أعمال العمرة الجسيمة بمولد الوحدة الغازية السادسة بمحطة كهرباء الرويس. وأوضحت الشركة أن في بيان لها الجمعة أن أعمال الصيانة تجرى بمساعدة خبراء من شركة سيمنز الألمانية وبمشاركة فنيي ومهندسي الشركة. موضحة أن دخول الوحدة الغازية السادسة إلى الشبكة سيتم في وقت لاحق وسيسهم في الرفع من كفاءتها. طلب عدد من أهالي طبرق والمناطق المجاورة بتفعيل عقود صيانة محطة تحلية مياه البحر الموقعة منذ سنوات من أجل إجراء أعمال العمرة والصيانات اللازمة لها. كما استنكر الأهالي في بيان لهم الجمعة التعديات والسرقات التي تطال المحطات في وقت أو من وقت لآخر، مطالبين الجهات المسؤولة بالوقوف بشكل جاد مع المحطة وتوفير ما تحتاجه كونها مصدر مياه الشرب الوحيد للمدينة بحسب البيان. تفعيل كافة العقود المتفق عليها من أجل صيانة محطة طبرق البخارية. ثالثا، ندعو الجميع لتحمل المسؤولية تجاه المدينة. رابعا، ندعم من جاء في البيان للعاملين بمحطة طبرق البخارية ونطالب المسؤولين بتوفير كل ما تحتاجه المحطة وعدم تأخير رواتب العاملين بها. مع بقاء أقل من 24 ساعة على انطلاق انتخابات المجلس البلدي غريان، تدخل المدينة مرحلة الصمت الانتخابي، وتهدف المرحلة الحالية إلى تهيئة الناخب في اختيار المترشح المناسب للمجلس البلدي دون تأثيرات خارجية. تفاصيل أكثر في التقرير التالي نتابع. تدخل مدينة غريان مرحلة الصمت الانتخابي الذي تتوقف فيه جميع الحملات الدعائية للمترشحين. يوم الصمت إجراء قانوني أقرته اللجنة المركزية للانتخابات يهدف إلى عدم التأثير على الناخب قبل يوم الاقتراع. الصمت الانتخابي اللي هو أنها جميع الإعلاميين جميع المترشحين ما عادش لهم الحق في الدعاية، توقف الدعاية جميع الدعايات يوم الصمت الانتخابي، توقف جميع الدعايات يوم اثنين، توقف يوم ثلاثة اللي هو الصمت، بحيث أن ما لا يجوز لهم أن يقوموا بدعايتهم مثلا مناظرات. عدد المسجلين بمنظومة الانتخابات لبلدية غريان نحو 9000، هم فقط من لهم الحق للإدلاء بأصواتهم، ويتمنى المواطنون أن يتجه جميع المسجلين للمشاركة في هذه الانتخابات. ونتمنى أن الناس تقبل على الانتخابات ويجوا يشاركوا، لأن هذا مصير بلاد، مصير منطقة بحد ذاتها. أن احنا لما نطلع للشارع يعني نشوف مثلا في هلبة مختنقات، نشوف في هلبة مواقف، نشوف في هلبة حاجات، ونبدأ مثلا أنا في حد ذاتي مش ماشي، ما كنتش ماشي الانتخابات ومشارك في الانتخابات، ونقول والله بلادي هيك كذا 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 وصاير فيها،
فلذلك أنا نحاول أني بقدر المستطاع أنا بصفتي أنا مواطن عادي أني نساهم في الانتخابات ونساهم لما نخش الانتخابات نحس بروحي أني ساهمت في رقي المنطقة متاعي قبل كل شيء. بتحول ديمقراطي وبمشاركة الجميع سيختار فيه أهل غريان مجلسهم البلدي الجديد الذي يعولون عليه لتقديم أفضل الخدمات لأربع سنوات قادمة. بعد حوالي شهر من انطلاق الحملة الانتخابية جاء يوم الصمت الانتخابي الذي تتوقف فيه جميع الحملات الانتخابية، ليبقى القرار للمواطن فقط في اتخاذ قراره دون تأثيرات خارجية. أسامة ساسي، قناة ليبيا الأحرار، غريان. تلقت فعاليات معرض زليتن للغذاء في دورته الثانية بمشاركة ما يقارب 20 شركة محلية متخصصة في صناعة وتوريد وتجارة المواد الغذائية مع تخفيضات في أسعار كل المعروضات. نتابع. معرض زليتن للغذاء يأتي في دورته الثانية بمشاركة نحو 20 شركة محلية متخصصة في إنتاج وتسويق المواد الغذائية على أرض معرض زليتن بالخيمة الخرسانية. يقام للمرة الثانية في مدينة زليتن وتحديدا داخل أرض المعارض بالمدينة. المعرض مدة حوالي 4 أيام، يبدأ من يوم 1/2 إلى حد 4 فبراير. طبعا المعرض يحتوي على مجموعة كبيرة من الشركات العارضة، شركات متخصصة في الصناعات الغذائية سواء كانت كصناعة وإنتاج وكذلك حتى استيراد وتجارة للمواد الغذائية. 4 أيام متتالية صباح مساء يستقبل المعرض زواره للاطلاع على المعروضات والحصول على الاحتياجات والاستفادة من التخفيضات والفوز بالجوائز عن طريق السحوبات. طبعا أهمية مشاركتنا في هذا المعرض هي عن طريق تعريف منتجاتنا للسوق وللمشاركة في هذا السوق باش يعرفوها حتى المستهلكين. والصراحة يعني الإقبال كان كبير جدا في هذا المعرض وخاصة منتجاتنا. يتزامن المعرض مع ملتقى جودة الغذاء الذي ينظمه مركز الرقابة على الأغذية والأدوية بمشاركة العديد من البحاث والأكاديميين المتخصصين في علوم وتقنيات الأغذية. ما يقارب 20 شركة متخصصة في إنتاج وتوريد المواد الغذائية تشارك في فعاليات معرض زليتن للغذاء في دورته الثانية مع نشاطات أخرى مصاحبة متمثلة في المؤتمر العلمي المعني بالغذاء. عبد اللطيف أبو زهو، قناة ليبيا الأحرار، زليتن. ختام النشرة مشاهدينا وتذكير بأبرز العناوين. باتيلي يؤكد ضرورة انخراط مجلسي النواب والدولة في الحوار للوصول إلى انتخابات وفق إطار دستوري. وكالة عالمية تنقل خشية القاهرة من تمركزات فاغنر قرب حدودها، وضغط أمريكي لإنهاء علاقة العسكريين الليبيين بها. متهمة الحكومة بالتقصير، ضحايا ترهونة تدعو الأهالي إلى تقديم عينات مفقوديهم لإتمام إجراءات التعرف عليهم. لمزيد من التفاصيل مشاهدينا زوروا موقعنا على الإنترنت ليبيا الأحرار دوت تي في وبقية منصاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي.